ماريانو إستيبان أستاذ في لجنة الأبحاث العلمية العالية التابعة للمركز الوطني الإسباني للتكنولوجيا الحيوية ويقود حاليا فريقا لتطوير لقاح فيروس كورونا الجديد. أنا باحث ودرست الفيروسات طوال حياتي، كما أنني عضو في اللجنة الاستشارية العلمية لمنظمة الصحة العالمية، ونعقد اجتماعا كل عام لدراسة ما إذا كان هناك إرهاب حيوي أو حالات مماثلة، وكذلك إجراءات السيطرة الموجودة لدينا وكيفية الاستجابة للفيروسات بسرعة. بالنسبة لفيروس كورونا الجديد، فمن الواضح أنه لم يتم تعديله اصطناعيا. كما أشاد إستبان بالمهنية البارزة وروح عطاء نزيهة للعلماء الصينيين، مما لعب دورا إيجابيا كبيرا في مكافحة الوباء في العالم. أعتقد أن التجربة الصينية مفيدة للغاية، وبصفتي عالما أود أن أشكر العلماء الصينيين، إن أعمالهم تقدم لنا أمثلة متميزة.